مقومات الحضاره الاسلاميه شددوا على في نقاط محدده. المقوم الاول الاستثمار الحسن لعناصر الحضاره الف ب ج، الانسان الوقت والكون. بين معنى الاسلام يريد ان يبني حضاره تسعد البشريه. ربنا قال في حق النبي عليه الصلاه والسلام: وما ارسلناك الى رحمه للعالمين، ماشي غير العرب ولا الموسيقى، للعالمين. وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. هذه مساله في غايه الاهميه. لذلك فهذا العنصر الاساس في المقوم الاساس في بناء الحضاره الاسلاميه المنشوده الاستثمار الجيد الحسن للانسان. الاسلام يريد ان يبني هذا العنصر بناء حقيقيا من خلال العبادات الكبرى. العبادات الكبرى من صلاه وصيام وزكاه وحج من مقاصدها بناء الانسان القادر على بناء حضاره تسعد غيره. وكذلك الكون كما قلت لكم قبل حين هو المجال المادي. الكون فيه سنن، هذه السنن مبثوثه في الحياه في الكون، يجب على الانسان المسلم ان يتعرف عليها ويحسن استثمارها. ان شئتم اذكركم بقوله تعالى: قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظه للمتقين. وبعدين يقول: ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. والله عز وجل قدم لنا العلاج. فاذا كانت امتنا اليوم تعاني من الوان من الاصابات، الوان من الهزائم والانكسارات، ولكن هذا القران العجيب المجيد يريد ان يعيد لنا الثقه في انفسنا والثقه في ربنا، ويزرع فينا تلك القدره والطاقه المتجدده على بناء حضاره جديده. ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. طيب، وكذلك الاستثمار الجيد الحسن للزمن. والوقت هو الحياه. الوقت نسأل عنه كما تعلمون، ومما ورد في الصحاح ان كل انسان كل ابن ادم يسال، كل ما يسال عنه يسأل عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه. فنحن مسؤولون عن أعمارنا، والعمر أمانة بين أيدينا، يجب أن نحسن استثمار هذه الأعمار. المقوم الثاني الاستفادة من حضارات قائمة، لأن الإسلام يقبل منا أن نأخذ الحكمة حيث وجدناها. وعلاقة الأخذ والعطاء موجودة بين جميع الحضارات. ومن العالمات التي لا يشهدنا على هذا الكلام سيغرد هوكر المعروفة صاحبة كتاب شمس الله تسطع على غرب المستشرقة الألمانية. المقوم الثالث استثمار سنن الله في قيام الحضارات وتجنب أسباب دمارها. من سنن الله في قيام الحضارات العدل، من سنن قيام الحضارات المساواة، من سنن قيام الحضارات العمل، العمل قيمة الحضارة الكبرى. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وكذلك تجد أسباب زوالها. من أسباب زوال الحضارات الظلم، والله لا يحب الظالمين. من اسباب قيام من اسباب زوال الحضارات الفساد، والله لا يحب الفساد. وقال ايضا في ايه اخرى: ان الله لا يصلح عمل المفسدين. تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين. سوره القصص غير عن الايات.
توازن بين النقل والعقل. أبو حامد الغزالي أعطى إشارة لطيفة في هذا الباب باش يبين العلاقة بين النقل يعني الوحي والعقل. حتى المسلم كان اللي يعقل العقل يقول العقل ما يحتاج باش نعدي القرآن مفرد. وهذا القرآن بأي شيء نفهمه؟ نفهمه بعقولنا. والقرآن كما تعلمون أكثر من 1000 مرة يكرر وظائف العقل: التدبر، النظر، التفكر، والعبد لنا باش يبقى دائما العقل شغال والفكر شغال. لذلك يا أبو حامد الغزالي رحمه الله قال: العلاقة بين النقل والعقل كالعلاقة بين الشعاع والبصر. لا يمكن أن ترى الحقائق المادية إلا بشرطين: البصر والضوء. إذا تعطل أحد الشرطين خلاص ما يكون هناك. دروك غادي نشوفكم، الله يبارك في وجوهكم من وراء والضوء كاين الله يبارك، أنا البطل العينية. شرط واحد تعطل غادي نشوف كل واحد فيكم، نفتح العين نشوفكم، ولو كان أيضا طفيوا الأضواء وأيضا فتحوا العيون نغربوها كيف كيف، كلاهما ضروري. لذلك يقول العقل والنقل كلاهما ضروري للآخر، ويجيب هذا التشبيه يقول كما التلازم الموجود بين الشعاع والبصر. والمقوم الخامس التكامل والتوازن بين الإيمان والعلم. العلم الذي ينشأ في أحضان الإيمان هو العلم النافع، أما إذا انفصل العلم عن الإيمان صار مدمرا لقوله تعالى: اقرأ باسم ربك. فإذا انفصل العلم عن اسم ربك صار مدمرا، اقرأ باسم ربك. المقوم السابع التحقيق التكامل والتوازن بين الروح، أو السادس المقوم السادس تحقيق التكامل والتوازن بين الروح والجسد. بكلك شعرت وما الدنيا إلا طعام وشراب ومنام، فإن فاتك هذا فعلى الدنيا السلام. هذا تطرف واضح وغلو واضح. وجاء من يرشده قائلا: يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته أتطلب النفع ممن فيه خسران؟ أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان، وامدد يديك بالله معتصما فإنه الركن إن خانتك أركان. هذا هو التوازن في الإسلام. والسابع تحقيق التكامل بين الحقوق والواجبات. ونحن أمة التكاليف، لذلك إذا وجدت أمة تطيب فقط حقوقها حقي 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 هذا خلل، ولازم نغيروا طبيعة الأمور. واجبي واجبي واجبي، لأن أكبر ضمان للمحافظة على الحقوق هي القيام بالواجبات. إذا أقمنا بواجباتنا كما يقول حديث الجامع: كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. قمنا بواجباتنا هذه الضمان الكبرى لحماية وحصانة الحقوق. وأخيرا المقوم الأخير هو تحقيق التوازن والتكامل بين الحرية والمسؤولية، بين الحرية والمسؤولية. أخيرا أقول: إذا تحققت هذه المقومات تتحقق الحضارة الوسط للأمة الوسط التي أشار إلى القرآن الكريم في سورة البقرة الآية 140: وكذلك جعلنا لكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. السلام عليكم.